فير بلاي موعد الرياضة على إكسبريس إف إم. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي آخر نص ساعة من الحصة متاعنا اليوم. نحكيه على ابن بطوطة الكرة التونسية فلعب التجاني بالعيد يمضي في فريق كازاخستاني الفريق رقم 17 في مسيرة التجاني بالعيد والبلاد رقم 15 ليه؟ هابش ناخذ عنده أكثر تفاصيل على الرقم القياسي هذا. معنا بالتليفون التجاني بالعيد. تجاني أهلا بك. أهلا بك يا إسلام أخويا. الحمد لله، شنو أحوالك أنت؟ الحمد لله. وأنت؟ أنا سميته ابن بطولة الكرة التونسية، صحيح هذا ولا لا؟ لا لا صحيح عليه صحيح. به تجربة جديدة عليك تجاني، بارك الله المسيرة مازالت متواصلة. البلاد رقم 17، صحح لي كان غلطة، البلاد رقم 15 وفريق رقم 17 ليك في مسيرتك هكا؟ هاك أنت حسبت أخويا، أنا ما نحسبش أنا. بالله. ما شاء الله أخويا. به تحكي لي عليها تجربة جديدة في كازاخستان تجاني. هاي شوف كيف معناتها في كيرغيزستان أخويا، كيف تلعب كأس آسيا مالي هذا طولت برشا معناتها ما لعبتش سميتي دوك. لقيت روحي باللفخه هذيك عندها برشا في واضحك. جي في الشوا انا بصراحه معناتها باش نمشي نكور، كنت خاموش طويل معناتها هما حابين يصحوا لي كونترات نتاع عام. انا صححت حتى لجوان دونك حتى لو ديبي جوان دونك سي كونترا كو معناتها هو المواد مي عندهم الكوب دازي كيما نقولوا نحن الشامبيونز ليغ دازي خويا عندهم لي بروميي تور غادي دونك سا ايتي ان شوا سبورتيف بليس كو تشوف سمعتني يا سلام. باش تكون موجود في الشامبيونز ليغ تبدا في جويلي هكا معناتها تبدا اي عندهم تور كاليفيكاتيف هو لا اف سي كاب اسمها لا اف سي كاب كيما الكوب دازي معناتها كان تعرف فما كيبات كيما الاهلي كيما برشا كيبات يلعبوا لا اف سي كاب اي بيان سور كيما كاس الكاف عندنا في افريقيا صحيح آه. يعني هما عندهم بروميي تور كاليفيكاتيف نتاع لايف سي كاب دونك هذاك علاش انا لقيت بروجي انتيريسون وبصراحه معناتها واحد كي يطول برشا ما يكونش لازم في اقرب وقت يمشي يكون دونك لي شوا اللي تي سامبل فهمتني. علاش قلت لي خيرت يكون الكونترا قصير حتى لنهايه الموسم علاش؟ مو على خاطر بصراحه الغربه معناتها تو عندي اون بيس اون فامي عندي معناتها عندي بابا في ما فام فهمتني ولا يعني ما نجمش نطول برشا معناتها في الغربه هذاك بلاد ما نعرفوش وهكا هو معناتها جو بريفيري خاطر من بعد في الصيف كي تبدا كومبيتيتيف معناتها تنجم صح معناتها مع هذاك نوفو بروجي جديد ديريكت تنجم صح عام عامين فهمتني ولا صحيح وتكمل معناتها تكمل لك العامين ثلاث سنين من بعد كوره اللي موجود عندك كازاخستان متعودش برشا من لعبيتنا التوانسه يمشيو غادي تيجاني علاش الوجهه هذه؟ شنو فما اخويا فما هكا اخويا واجدي صح في كازاخستان ماهيش بعيده واجدي ساحلي صحيح فوالا معناتها الكرة في بلدان الكل فما عاك تشوف معناتها توا بلدان في اوغندا في الاولمبيك ربحت تونس معناتها في تونس دون تو لي بيي توا فما كرة دون تو لي بيي يلعبوا كرة دون تو لي بيي بصراحة معناتها ساعات تلعب ضد كيبات توحل فهمتني ولا انا كورت عميد في اندونيسيا صراحة ما كنتش في بالي الكرة غادي في اندونيسيا هكا فهمتني ولا دونك الكرة فو با كخواغ معناتها الكرة ماهيش كانت في تونس ماهيش كانت في فهمتني الكرة في البلدان الكل ويعرفوا يكونوا وفلوس فما برشا فلوس اللي نعرفوا كازاخستان برشا فلوس مش فلوس فما لا معناتها كيما نقولوا معناتها كيما قلت لك معناتها في البلدان الكل فما كورة صحيح دونك انا حبيت سورتو ليكيب هذيك تلعب كل كوب دازي يعني تنجم مهمة دي ماتش اون بلوس مهمة برشا صحيح اون بلوس وخاصة في البريود نتاعي توا طولت ما كورتش عندي فترة توا نتاع 3 موا وبرشا ماتشوات فهمتني ولا باش يجي ورا بعضهم دونك خويا يساعدني برشا باهي تجيني نعرفوا كنت تقريب من اللي تلعب في تونس البطولة التونسية كان فما دي زوفر شنو صار علاش ما لعبتش في البطولة التونسية؟ على خاطر خويا في تونس فما قانون اللي تنجم تجيب كان 10 جوارات فما ثلاث اربع كيبات كلموني وما نجموش يخرجوا الجوارات نتاعهم بصراحه معناتها تفهمت حتى في لي كونترا نتاع فهمت حتى في لي كونترا وما نجموش يجيبوا جوارات خاطر لازم تفسخ الجوار وفما جوارات يحبوا يفكوا فاسيلو معناتها اون بليس دو سا معناتها في اخر دو تخوا جور جاوني لي زوف دونك بقيت معناتها كان باللوف بقيت هكا خويا دونك لازم نكور عملت شو هذاك الميركاتو اللي هو الوحيد اللي محلول بالميركاتو هذا بون فما دي ميركاتو محلولين لكن لقيت اللوفر هذيك وعملت شو نتاع واحد يلعب فهمتني صحيح نلعب خويا اون بليس دو سا فيزيبيليتي نتاع الكوب دازي ولا هذا في السيف وباش نطول برشا ما نلعبش فهمتني صحيح
واللي نعرفه اتحاد بن قفدين، كنت قريب برشا من بن قفدين. والله حكيت مع 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 ربيع هو الجلسه هذه. كما قلت لك المشكل نتاع ما تنجمش تجيب اكثر من 10 جولات. معناتها حتى الانترينور حسين كلمني وحب يجيبني وكان معناتها سي با في، وان شاء الله معناتها المره الجايه تعرفش عليها الدنيا ان شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك، تجيني وبالتوفيق ان شاء الله. ميرسي بوكو، عايشك. دونك كان معنا هذا تجيني بالعيد، لاعب الدوري السابق في تجربة جديدة باش تكون في كازاخستان ان شاء الله، موافقة لتجيني بالعيد باش يكون ان شاء الله في كاس اسيا كما كنتوا تسمعوا فيه. فاصل بعد شوية نستقبلوا كريم التويتي المساعد المدرب الجديد.